هدايا يلزم حميصة قطعة جومبو حبيتك بقري ربع سينات توم قارص بغير الوجوه ببقارص كمون حب مدى بيكم ملح فلفل كحل فلفل عكري وفلفل حار. نبداو نحرجوا هاد السفرة هادية المرونية كما راكم تشوفوا. نعملوا اللحم، نعملوا الزيت، ما كاش لا زبدة لا سمن في هاد السفرة هادية. نعملوا قطعة جومبو ديال البقري كما راكم تلاحظوا، خبيهم شدهم كما قال لكم مهدي هكذا، هذيك الى جازوا عندكم خبيهم تصيبيهم، اللي يخبي يصيب هكذا. ونزيد شويه ديال فلفل كحل، اللي عندكم الابيض احسن، شويه ديال الملح على بالكم جومبو شيرو مالح، ردوا بالكم هذيك بارتي مونيل وسال. ونقليو هادوما طرف اللحم غير بالعقل. هاني حرحرت درسها بمويها باش اختصرت الوقت، درست كمون وثوم وشويه ديال الملح، شويه ديال فلفل عكري، والحار اللي يحب يعمل لي ما يحبش ما يعمل شي هكذايا. ونمرق هاد اللحم هدايا ويجد ديالي نمرقو، خلي قلة شويه باش يدخلوا اللحم هذا ديال كمون والثوم وفلفل عكري، وعملت قطعه جومبو ديال البقري ويعطي البنه. ودر وقتك نمرق بميها سخونه هاي اغابو غي معنا، ونخليها كي تبدا تغلي. كي تبدا تغلي راني نرمي لها شويه ديال حميصه هكذا، ونغطيها ونخليها طيب في غرضها ومن داك نفقدها. دير وقتك نعمل كما راكم تلاحظوا، نقلي هذا البدنجال ديالنا هذاك هاني تعملوه هكذايا، قطعوه هنا. وباش ما يفد لكمش الزيت ماذا بكم تجوزوه في الفارينة هكذا، خاصه تشين تاكتي هكذا، عملوه في شويه ديال الفارينة، خلو الزيت ديالي خليها تسخن هكذا، راكم ما يشرب لكمش الزيت هذا العلا ديال البدن ديال، يشرب الزيت بالبزاف وهكذاك وزاليت كونطون. نبداو نقليو هاد البدن ديال يدور شوف كون كومبون هاد لو فو سيت فوالا، خلوها تسخن المقله ديالنا. وعندي ملاحظه، الا تحبوا كيما نقولوا هكذاك بدنجال ما تقطعوا هكذاك كيما ريوحه، عملوا له هكذايا سورتو لا كان صغير، كيكون كبير يجي باسل، ويكون صغير عملوا هكذا وقليوه وحطوا هكذاك كي يطيبوه، حطوه في التبتي ديالكم تاع التسقيه هكذايا، سي اون اوسي ان تاكتيك فوالا، قليوه هكذايا بصح الا يكون صغير ما يكونش كبير. الا تحبوا تعملوا هاد لا فورم هادية خيروا بدنجال يكون شويه صغير، وعملوا في الفارينه يعني ما درتش فارينه هذاك، وباش راه ما يرفد لكمش الزيت فوالا. هذه ملاحظه راكم ان شاء الله تفرحوا بها. هذه ونكملوا القليان ديالنا في غرضنا، وندوزوا ان شاء الله من بعدها للميته مع مهدي. هاتي فين واش كاين في هاد الدينا؟ ايه
الداخل والهم الداخل. بلا وش فيها هذه؟ هذه هذه هي الويبرات البرتقال. نعم. وش فيها هذه؟ يعني كريمة بس بالشانتيي، فيها الفستق، فيها البندق، فيها كيش يقولوا لنا ناس. الله الله. هذه اللي يشقى على سيبته يفلقها. إما دخلتي فيه قلنا لها هذه يتليق مع المورونية أو المدربل، احنا نقولوا المدربل. وبالكمون بالكمون ماشي بالكروية. ماشي بالكروية. هذه يعطيك الصحة خديجة. هاي لك المريوحة. هذيك اللي قلت لهم المريحة سي جولي. دغي يعملوا بدن ديال صغير هذاك يكون كبير في دي باسل ويخلوا له القطمير ديالو ويقسموه سون سيباري هذا القطمير ويحلوا لكم يعني فونتاي. يعطيك الصحة خالتي زينب. وحبيت نقول لكم إلا حبيتوا تلاقوا بنا سيغ انترنت ما عليكم غير تابوتيو سيغ 3w.jamboalgerie.com. وين تكونوا في العالم تقدروا تتصلوا بنا راني نقولها لكم، والحصه تقدروا تشوفوها باغ انترنت. نعاود لادريس باسكو كنت غلطت او ديبي عطيتكم الفوز ادريس كل احد فيهم الله غالب دونك ما حبيتش ندير لكم الفوز ادريس ولا غالب تلفت لي. طبيعة مسكينة بيان وطات بيان وطات في باري غادي نقول لك فوتو ايماج مي با تغلطت. نعاود لكم العنوان سي جامبو www.jamboalgerie.com. نقول لكم إذا حبيتوا تربحوا معنا من الآن ما عليكم غير طموا هذوك الكويرتات بين 5 و10 واللي كان بقريغ الميح والشامبينيون وتبعتوهم العنوان اللي مدارين من الدور خالتي زينب قدرة البنا الصنوبر البحري الجزائر العاصمة. نقول لكم يا جيم كي شانتيي هكا يا جيم كي شانتيي غنوا لنا دخل لاصوص وراكم تطلبوا كتاب خالتي زينب ونقول لكم غير حوسوا عليه راكم تلقاوه خاطرش من الان مع الاخر راح تقدم لكم حلويات تاع العيد عيد صغير ان شاء الله ان شاء الله. ما نلتقاو غدوه الى حب ربي. نقول لكم ربي يقناكم يعطيك الصحه خالتي زينب. الله يسلمك. غدوه الى حب ربي ان شاء الله على ربي سبحانه. لهذا الكيفيه يلزمنا 4 قطع لحم بقري، ملعقة زيت، 200 غرام حميصة، 4 حبات باذنجان، 5 سنينات ثوم، ملعقة قهوة كمون، مكعب جنبو بقري، زيت وحبة ليمون.